أنا بنسأل عن التكحل من قطرة العين ووضع الطيب على الثياب، هل يؤثر هذا على الصائم؟ وما هي الأشياء التي يجب أن يبتعد عنها الصائم حتى لا يؤثر على صيامه؟ أفيدوني بارك الله فيكم. الذي يوضع في العين من فطور أو زرور أو كحل، هذا إذا وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر بذلك عند كثير من أهل العلم، لأن العين منفذ، فإذا وصل هذا الذي وضعه فيها من سائل أو جامد وصل طعمه إلى حلقه وأحس بطعمه وكان متعمدا لوضعه في عينه، فإنه حينئذ يكون قد أثر على صيامه، لأنه يشبه ما لو أكل شيئا أو شرب شيئا وصل إلى حلقه، فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر. وإذا كان معتادا للاكتحال أو معتادا لمداواة العين فليجعل ذلك في الليل، أما نهار الصيام فإنه يتجنب هذه الأشياء حفاظا على صيامه من المؤثرات. نعم. والأشياء المبتعدة طبعا يبتعد عن أشياء كثيرة، منها أشياء تفسد صيامه، ومنها أشياء تنقص ثوابه أو تبطل ثوابه ولا تفسد الصيام بمعنى أنه يلزمه القضاء فيها. أما التي تفسد الصيام ويلزمه القضاء فيها مثل الأكل والشرب متعمدا ومثل الجماع هذه، وكذلك ما في حكم الأكل والشرب من تعاطي الأدوية والإبر التي تصل إلى جوفه وتسير في عروقه، فإن هذا في حكم الأكل والشرب يفسد صيامه. كذلك التقيؤ والاستفراغ متعمدا، إذا تقيأ الإنسان متعمدا بأن استفرغ ما في معدته عن طريق الفم فإن هذا يفسد الصيام أيضا ويلزمه القضاء. وكذلك مما يفسد الصيام استخراج الدم الكثير بالحجامة أو الفصد أو سحب الدم للتبرع به أو لإسعاف مريض، فهذا أيضا مما يفسد الصيام ويلزم القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحجامة: أفطر الحاجم والمحجوم. فهذه أمور إذا تعاطاها الإنسان فإنها تفسد صيامه ويلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بها. هناك أشياء محرمة على الصائم وتنقص ثوابه أو تبطل ثوابه لكنه لا يؤمر بالقضاء، مثل الغيبة والنميمة قول الزور والشتم والكذب وغير ذلك من الأمور المحرمة، كذلك النظر المحرم واستماع الأشياء المحرمة كاستماع الملاهي والأغاني والمزامير وغير ذلك، كل هذا مما يؤثر على الصيام بمعنى أنه ينقص ثواب الصائم أو أنه يبطل ثواب الصائم، ولكنه لا يؤمر بالقضاء لأن هذه مفطرات معنوية وليست مفطرات حسية. نعم. شكر الله لكم.